انا من وعيت عد النقطه اللي جيت هاي البركه وهالخيسه، لان هاي الوادي مفقره، هاي الوادي من تطلع وتحكي ماكو الها ظهر اللي يسندها، هاي الفقير ما حد بحاله. يعني بهذا الوقت اللي عنده ظهر يمشي شغله، هذا اول شيء. الشيء الثاني هذا الطين، لا شفت مسؤول اجى، لا شفت ابو بلديه اجى، لا شفت مدير بلديه، لا شفت محافظ، لا شفت، يعني من 2003 لحد الان ما شفنا مسؤول اجى وزار هاي المناطق، فقط بس المناطق اللي ساكنه بيها الضباط والمسؤولين. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هنا الفقير ما حد بحاله، يعني الفقير هنا يوقع ويموت وينتهي ما حد بحاله، ليش؟ لان هو فقير ما له واحد، فقط بس الاحزاب. احكيها بصوره عامه، اللي عندك حزب وعندك ظهر اكو ناس يسندك، ما عندك حزب ما عندك ظهر ما حد يسندك. ليش؟ لان هاي الوادم فقره، الوادم حتى متحكي صوته ما يوصل، هو الفقير ما يوصل صوته، المن يوصل؟ بس المسؤولين اللي يوصل صوتهم، هم بيناتهم مثل اللي محي، بس شلون الك والي كمل حصته، والفقير هنا ما حد بحاله. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يوم يجي يوعدونا باكر نبلط عقب نبلط، باكر نبلط عقب نبلط، باكر نبلط عقب، وكل شيء ماكو، يعني بس مجرد حبر على ورق، يعني لحد الان ما شفنا اي نتيجه، لا من محافظ، وانا احكي امام الله وامام الشعب وامام الكل، لا شفنا جا محافظ طاب زارنا، لا نائب، لا مسؤول، لا عضو، لا اي واحد، اتحدى واحد يقول جيت انا زرتكم، اقابله وجه لوجه، اتحدى واحد بس وقت الانتخابات يجون، انتخبني وسوفا وسوفا وسوفا، وش هو السوفا؟ هاي كلمه سوفا سمعناها من زمان، احنا نريد واحد يكون من يحكي ينفذ، مو بس مجرد يعني ورق على حبر كل شيء ماكو، لا، نريد شخص من يجي هنا يطب هاي المنطقه، مو شرط اللي ننتخبه، المفروض هو يكون بذاته، يكون هو شعبيته وعراقيته وغيرته العراقيه اللي يخليه يشتغل هاي الوادي بالفقره، مو مجرد اللي بالاصوات. كافي كافي، عيب عليكم، استحوا شويه من 2003 لحد الان، شنو اللي قدمتوه؟ شنو اللي سويتوا لناس الفقره؟ ناس عايشه على قد الحال، رحموها، خلي الوادم تعيش حال، يعني حسب شرفك لو مسؤول يرضى يعيش؟ انطيني واحد مسؤول ولدك يعيش بالخيسه. الله شاهد عندي ثلاث جهال يعني المدرسه ما يقدروا يطلعون، حتى لو يطلع يجي مطلق طين، يا ليش بابا؟ قال بابا شوارع طين يعني يمشي ويوقع. يا مسؤول خاف الله شويه وانتبه لهالناس الفقره، خلي عينك. والله العظيم عايش على الله، ماكو غير بس الله اللي يفيدها، هاي الوادم عايشه الناس فقره على الله، هو الله اللي بو عليه، ماكو واحد ترى. والله اذا شي الوادم هسه مطلوبه، الماء مطلوب، مطلوب 500 600 بالشهر، كل الوادم تمشي لابدين، تمشي لابدين العالم، اللي عنده رعايه واللي ما عنده، واكو ناس الله شاهد جاي تطلب اكل، قسما بالله قسما بالله، كون تجيني فد يوم اراويك، اكو ناس تجي تطلب اكل، اللي يطلب طحين، اللي يطلب خبز، اللي يطلب مسواك، يا بليش؟ قال ما عندي، عايش بالضيم، عايش بالتجاوز، عايش بالمكان اللي ما يعيش فيه حشاكل حيوان. اكو ناس الله شاهد عايشه حصر عليها لقمه خبز تاكلها، ناس تتغدى ما تتعشى، اكو ناس حصر عليها لقمه خبز تاكلها. يعني ماذا سوون الحكومه من 2003 لحد الان؟ اي شيء ما سووا. وانا هذا الكلام اتحدى به المحافظ واتحدى به اي واحد يواجهني وجه لوجه. اكو ناس جايه تتغدى ما تتعشى، قسما بالله تمطر الدنيا، هسه صار ثلاث ايام قاعد بالشغل، مطر الدنيا ما اقدر اطلع اشتغل. احنا منطقه الصدر الثالث، شارع 30 وشارع 60، خدماتنا صفر. لا مجاري، لا تبليط، لا مسؤول يزورنا، لحد الان مجارينا هاي تشوفونها كشفيه، واي خدمات ماكو، اي مسؤول ما نشوف، اي مسؤول ما نشوف، يعني بس وقت الانتخابات يجونا ننتخب وحسب الاصول، وماكو لحد اي واحد ما يجينا. يعني المحافظ لحد الان من صار لحد الان زهير الشعلان ما اجى وزار الصدر الثالث، ما شفنا ولا مدير بلديه لا مدير مجاري. يعني صارت حمله مال المجاري على اساس يربطون المجاري، تقبلها اجوا وربطوا نص البيوت ونص فلشوها، والماي ما يمشي، يعني بالمطر ما يمشي. هو بدون مطر مجارينا طاقه، شارع 30 يعني تريد لك تاكسي شارع 30 ما يجي، لان كلها حفروه قطعوه صارت نقر، فنهائيا ماكو، ونعيش بازمه يعني اقتصاديه، فقر، الدولار صعد علينا، واحنا كل شيء اللي الفقره ظلينا يعني من أسوأ الى أسوأ. يعني اي مسؤول لا يجينا. الصدر الثالث والرابع يعني سكان عدد هائل، بس كل خدمات ماكو. يعني بالانتخابات اللي يجي الصدور الصعد ثلاث مرشحين اربعه، بس بالمقابل اي خدمات ما عندنا نهائيا، خدماتنا صفر، لا مدارس لا كهرباء، ماينا طبعا بريحه، يعني يا ريت لو يجي مسؤول بس يقول خلي اشوف مايكم، والله العظيم يلعب النفس، يعني جهالنا تمرضوا. والمراكز الصحيه طبعا اي علاج ماكو، مدارسنا صفر، والمدارس تعاني من نقص كادر تدريسي،
يعني يا ريت لو يجي بس واحد للمدارس ويقول له عندك كادر تدريسي، يعني كادر تدريسي نقص وطلاب عدد هائل يقعدون على القاع، رحلات ماكو، اشراف تربوي ماكو، يعني هاي الايام القضت كلها درسين ويطلعون، يعني مدرسه تشيل 1200 طالب ما عندهم كادر تدريسي، قل له يقول يابا والله المدرسين ينقلون لذيش المناطق، ما حد يجي لهنا لانه سيارته ما توصل، ويا ريت يسوون لقاء بس ويا مدراء المدارس اللي هنا. تقبل لا اي مدرس ما يجي، نقص مادات، احنا رحنا الاباء اشتكينا، يقول شو اسوي لكم انا المدير؟ يعني يجيني نقل من التربيه ما عنده، عنده نقص اختصاصات. وهاي حالنا يعني مهمولين، احنا الصدور مهمولين، اي مسؤول ما يجي، نعاني من ابسط حقوقنا. ويا ريت مسؤول يجينا محافظ ويشوف المعاناه اللي احنا بيها. زين هاي الناس شلون عايشه؟ والله عايشه بالضيم، يعني عايشه بضيم، ناس طبقه تحت الفقر. والدولار مصعد علينا ثق بالله، يعني حقيقة أذينا بشكل، ناس فقرة كلش ونعاني، حتى خدمات ما عندنا، لا عندنا أي مسؤول ما يزورنا. سولف لك أول مرة هاي فروعنا، من تطلع من الباب ما تقدر تطلع، لا حد لا واحد قصها، لا واحد ذب سبويسات، لا واحد ذب ترابات. نجي لهذا الشارع، هذا الشارع صار 20 سنة ما حد يوصل، محفر والمجاري تطق بيه وغادي لك بفاية الا تتشكل لي يا تطبيه. هاي وحده. الدور النفايات هاي هم ضاله ما حد يشيلها، يعطونهم دول 200 ما ادري قد، هم الناس مع حكمهم خلوا وشردوا عليه. هاي هم ضاله. يعني كل خدمات مش بهاي المنطقه ماكو، لا محافظ يجي يشوفها، لا قي مقام يشوفها، لا مسؤول يشوفها، كل شيء ماكو، ولا احد له كل علاقه بها. تربيها تشوفها مفلشه وقوى هاي الطفال قوه تمشي. مطينه فردهم. يشكل الشكل اذا بطلوا له الله يعبر. هاي واحده. يعني ما كل خدها يعني مهموله فد مره هالمنطقه. الله وكيلك. مطالبنا لا تبليغ، لا يقصونا، لا النفايات تنشال، لا هاي من واحد يروح للمدرسه لا يقدر يروح للمدرسه، وهي شغلات فيها كل شغل. احنا حي العسكري صدر الرابع. اول وحده هاي منطقه منكوبه. يعني لا واحد يجي لنا، لا واحد يذكرنا، لا واحد يقول السلام عليكم. الدولار اليوم صاعد. احنا ناس فقره تمطر الدنيا. تخر بيوتنا علينا، زين جاءوا عوائلنا زعاطيتنا جاي تروح للمدارس، يروح ويجي سابح بالطين وغرقان، زين، وواحد يقول لنا السلام عليكم، لا واحد يندنا، لا واحد يعرفنا، يعني ليش احنا مو بشار؟ لو هاي العوائل الطبقة الفقيرة ما حد بحالها، ما حد يندلها، احنا الناشد السيد المحافظ، الناشد الحكومة، الناشد القيم مقام، انه يجون لنا لهنا يشوفون وضعنا، يشوفون هاي الوادم عايشة، ميتة، يشوفون شنو وضع هاي الواديم، يعني هذا الفقير ما حد بحاله اليوم. طبعا هاي اليوم انت اي شيء تروح من قبل الدوله لازم بالواسطه وبالعلاقه وتعطي فلوس، انت اليوم اي شيء اذا ما تعطي فلوس ما حد يوصلك للمكان اللي تريده. والله الله كريم شو نسوي؟ يعني انشملت بالرعايه بس الناس اهل الواسطات اهل العلاقات، وانما الفقير ضال. يعني انا هسه اعرف جماعه هنا الله وكيلك يتغدى ما يتعش وما عنده لا رعايه لا شبكه عنده لا فشي عنده. يعني شو يسوي ما تقول لي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نفايات هاي صارت حوالي اسبوع اخوي متكدسه يعني هنا وهناك، حتى احنا جاي ندفع والله انا بيتي جاي ادفع بالحسابي هسه كل شهر ادفع 7000 دينار، حتى 7000 دينار بالشهر ياهو لما النفايات اي طبعا ايه. حتى الان ما يجي هو ما ادري ليش.
احنا في شارع 30 او في منطقه حي العسكري المنطقه الثالثه شيء نعاني كلش من منطقه يعني منكوبه، لا اكو اصلاح، لا اكو بها اعمار، لا بها بناء، لا بها تبليط، لا بها متبهدله كلش يعني متبهدله امورنا يعني واصله الى حد يعني الطين ما تقدر تطلع من باب بيتك. كيف اطفالنا يوصلون الى مدارس وبنات عندنا وشباب ويعني كلش يتألمون وما يقدرون يواصلون مسيرتهم الى المدرسه. يعني ما حد يوصل ولا واحد يقول هذه المنطقه، واحنا الشباب كلها عطاله بطاله، لا اكو عمل، لا اكو شغل، لا هذه. نرجو يعني التفاتة من الحكومة الموقرة بأن تأتي وتشوف معاناة الشعب، أو أحد المسؤولين يلتقي في المنطقة ويشاهد ماذا في هذه المنطقة، ماذا من احتياجاتها من شوارع، من تعليم، من تعيينات، من مسائل، من طلبة، شلون معاناتها توصل للمدارس. احنا نتوجه لقناتكم الكريمة بزيارتكم اليوم لهالمنطقة 30 تحت الصفر. مأساة المي، البلدية ربطت قسم البيوت وقسم بقت، ربطوا لنا بلا تنظيف، يعني أقل شيء هسه ما بدون مطر هي المجاري مالتنا مسدودة. وثاني مأساة عندنا الكهرباء حسا ما نقطت، انقطعت عامة، يعني شنو كانت كهرباتنا مسلكة أحسن من هالتسليك الجديد، على الأقل شيء ما تنقطع بالمطر. وثاني شيء لا مدير تربية، مدير التربية جينا لهنا يشوف المدارس شكو ماكو، لا مدير المجاري والماي، لا محافظ، لا مسؤول، تحت الصفر احنا. ومساتنا شوفوها، صوروها، شوفوها، ودوها لاي مسؤول يجي يشوفنا هنا. هذا البزل احنا قتلنا حتى جهالنا مرضت، ماك يعني خساره يجيبون لهم 10 بوريات يخلصونا من عنده. ومو بس احنا يعني عامه حي العسكري من الاولى للثالثه. مسات صفر بالديوانيه، يعني شنو زياره؟ ماكو مسؤول بالديوانيه يجي يزور المنطقه هاي؟ يعني من 60 ل 30 ماكو واحد يزور اشوفها؟ يعني مو مطرت ساعتين، مطرت ربع ساعه تفيض تخيس. لا والبلديه يودي سحب تصريف، لا يجون ينظفون، هسه جريدر على الاقل شي ينظف الشارع، تمشي البشر، تمشي الطلاب. هاي الطلاب هسه هم زين اليوم عطله، مو عطله اليوم، الطلاب كلها بالطين. يعني مسات صفر. احنا 23، احنا هسه جايين نرجع لل 2000، هم جوا ال 2000 نرجع للثمانينات هم احسن، هذا الشارع كان مبلط احسن شيء. يعني خدمات جديده ما عندنا. بلطوا لنا هذا الشارع، احنا هنا طلعنا مظاهره، بلطوا عن نص مو شارع، نص شارع، رجعت الماء والمجاري والحفروه كله نهو. يعني ابو بلديه مو ويا مهندس مشرف؟ ليش الشارع من القصه؟ ليش ما يصبوه؟ وخلي يطلعون عليه ينكشف كلن يشوفوه. هاي باب المدرسه. اي مدرسه، مو مدرسه، احنا ما عندنا مدارس هنا، مدارس ما عندنا. عندنا مستنقعات، ما عندنا مدارس، ما عندنا مدارس، مستنقعات بس. اخوان احنا بشارع 30 حي العسكري. المعاناه قاعد تشوفونها قدامكم والاخ قاعد يصور بيها. مجاري تعبانه. مجاري تعبانه. المنطقه كلها تعبانه، يعني مجاريها مسدوده. معاناة قاعد يشوف شوارع تعبانة كلش، يعني فد مرة لا تبليط، لا يعني هذا المجري كله عصيان وصاخة ودمرنا دمار. وانتم قاعد تشوف الأخ قاعد يصورها وشوف الوضعية مالتنا، كهرباء دائما مقطوع هنا بالمنطقة، يعني معاناة كلش تعبانة. عندنا طلاب هنا مال المدارس يردون يعبرون للمدرسة ما يقدرون يعبرون من هذا البزل، هذا البزل يعني دمرنا فد مرة، كله أمراض، كلها امراض، يعني جماعه يردون يطلعون من هنا لا يقدرون يفوتون على هالمدارس تعبانه قطيه في دمر الطلاب. مشاكلنا كلش هوايه بحي العسكري. ويريد يشوف لنا حل له، يجون المسؤولين ويجون بس كل شيء ما يسوون، يعني يجون جماعه قنوات تجي صورت وشافت وضعيتنا كلش تعبانه. وماكو احد اللي ينقذ هاي المنطقه حي العسكري. يعني اوضاع كلش يعني مو شلون مترديه، يعني فد مره يعني شغل لك، يعني اولا البطاله موجوده بكثره بحي العسكري، والله كل شيء ماكو، لا تعيينات، لا شو اسمه، يعني كل وضع، يعني الاوضاع مالتنا كلش يعني هلكانه خاصه حي العسكري.
طبعا نشكر قناتكم الحضر هاي المنطقه المنكوبه اللي هو حي العسكري شارع 30. نعاني من زمان من خدمات، لا مسؤول يزورنا، يعني صار اكثر من الثمانينات لحد الان ماكو مسؤول يجي يسال عليها المنطقه منكوبه، وبالخاصه شارع 30 تتحصل على السياره تجي يعني التاكسي تجي شارع 30 تمر بينا وتشوف قدامك هذا البزنس صار له من الثمانينات لحد الان ما قدروا مجاري يسووا له يحطونه كشفي زين. وهاي المدارس نعاني من عندها، طلابنا يقعدون على القاع، لا رحلات عندهم لا هاي، تكرم السلام السائب تارس الشارع ما لها احد اللي يردها زين، لا دوله تجي تسال علينا، لا مسؤول لا محافظ جزار هالمنطقه المنكوبه من الثمانينات لحد الان نعاني زين، لاكم مسؤول يعني ينتخبونها من حي العسكري من شارع 30 ينتخبونه يصعد ويصير يصعد يروح، اللي يقعد بام الخيل اللي يقعد بالجامعه اللي يقعد بغير منطقه ما يجون يسالون عليها، وفقر بها اكثر من اللازم، وناس تعاني من شغل ماكو كسبه ماكو، اكثر الناس بها قاعده وساكته، لا شغل لا عمل وماكو سيارات يعني توصلها، فنعاني ناشد المسؤولين اللي بالدوله بالمحافظه هاي المحافظ غير المحافظ المسؤولين دول الاعضاء البرلمان اللي صاروا صعدوا برسائل الناس الفقره الابرياء، يجون يزورونا يشوفون ايش بينا وما بينا الحي التعبان زين. ونشكر يعني القناه اللي وصلتكم هنا، هاي قناتكم الموقره اللي وصلتنا هنا هذا المنطقه المنكوبه التعبانه، بركه الله يعني يشوفون يلبون صوتنا صوت المنطقه هاي التعبانه خطي، هاي الناس تعيش بالفقر والله، الماي الاساله تعبان يعني اكثر مرات يجي بالليل ويجي بالليل حتى لا تفتح يعني ماي الاساله تلقى الماي مالته ماكو بريحه تكرم خيسه تعبان كلش، يعني حتى لا ياخذونه يفحصونه يقول يعني اشياء مو زينه، نعاني من عتها دائما هاي والله العظيم. يعني قلت لك هذا خصيه احنا صدور الاربعه من وعينا عدنا لحد اليوم معاناتنا من أسوأ الى أسوأ. اول شيء مجاري فاشله، اجتنا الرافدين وغير الرافدين، يعني بس جهانة توفت بها عندنا اكبر من 8 جهال 10 جهال طاحت من هات وماتت بدون فايده، المجاري طفح عندنا دائما، المبازل هاي انتم شفتوها بعيونكم هاي هاي حالتنا، مبازل وين ما تروح موجوده المبازل، لا مدير بلديه وصلنا لا محافظ زارنا لا مدير المجاري يريد في يوم من الايام يجي مدير المجاري يشوف معاناتنا بخصوصيه شارع 30، يعني شارع 30 يعاني من 93 لحد اليوم، هاي طلعت اكثر من 5 نواب 6 نواب خصوصيه صدور الاربعه، يريد واحد يجي يشوفنا يشوف معاناتنا، لا تبيض مثل الناس، يعني الحضاره هاي ذاك اليوم صارت ورانا هسه الحضاره تبيض وارصفه ونعمه الله واحنا هاي جاي نعاني من ذاك اليوم لهذا اليوم، جهاننا تطلع ترجع لنا ما نعرفها الله وكذا قدامنا بالطين هو بالطين ما نعرفه يرجع لنا، يعني شارع 30 معاناته خاصه تختلف عن حي العسكري احتمال كله، فقر احنا فقر احنا هنا 100% عندنا فقر، معانات الفقر 100% عندنا، يعني ماكو ما لا عندنا موظف لا عندنا شيء، حالتنا تعبانه، كهرباء هسه عندنا صفحه طاقه صار لنا 4 أيام الخابر، عندنا ناس كبار عندنا معانات يقول سرى وغير سرى، يعني هو محول طاق شنو السرى شنو هاي، هسه الله وكيلك هسه عندنا طهم واحد توفى بالكهرباء حاليا النتل ومات، وامورنا يعني كلها تعبانه بالتيل بالتيل النتل ومات، هسه رايحين عليه احنا خابرنا الله، هاي معاناه ثلاثه وبعدها تشوف تبعنا، هاي مدارس عندنا اكثر من 5 مدارس 6 مدارس على هذا الشارع مستوصف مركز صحي نفس الحال، هاي الطلاب قلت لك تطلع عنا ولدنا ترجع ما نعرفها من الطين والخيسه، كتب يوميا يعني نشتري كتب نبدل من ورا الماي والطين هذا، وهاي الوضعية ومن أسوأ إلى أسوأ. عاودين تعالوا لنا تلاحقونا عمي والله غرقنا والله تبهذلنا الله اكبر، يعني واحد من الباب ما يقدر يطلع وين نروح، ما تقول وين نروح وين نروح، لا حول ولا قوه الا عم اذا تشوفونا بنص الماء بنص الطين، عم يا معودين مشى عليكم الحسين تعالوا لنا عمي شوفوا الزبائن شوفوا الماء شوفوا المصيبه هاي، عم هاي المنطقه منكوبه والله تبهذلنا وحق الحسين تبهذلنا، يوم عاودين لا مسؤول لا مجلس محلي لا محافظة، عم الله أكبر والله راح نموت، يعني الفقير ما حد له، عم عندنا زعاطيط والله حتى المدارس ما تروح،
من الطين والماي. مين يروح المدارس؟ يوم عودين الله أكبر. يوم عودين ماشيين عليكم الله ومحمد وعلي. تلاحقونا يوم عودين هسه الشوارع هاي لا منظفينها، لا قاصينها، لا هاي الزباين متروس الشارع. شارع 30 هذا كله ماي السيارات تذب الماي على الوادي، يوم عودين مشي عليكم الحسين. طبعا للاسف مع نهايه عام 2022 واستقبال عام 2023 وهذا النفايات والواقع الخدمي بالديوانيه المزري. للاسف انه اليوم مع وجود المشاريع الاستثماريه ونسمع بهذه الارقام الهائله اللي مرات حتى يعجز اللسان من لفظها، كذا مليار وكذا مئات الدولارات وغيرها، ونعجز عن توفير او تثبيت العقود لعمال النظافه. اللي وصلت بينا اليوم مرحلة أنه من الصعب يمكن حتى في وقت التجوال المسائي أو غيره للأشخاص أو السيارات أن يتجولون. ليش؟ لأنه الشوارع مليانة بهذه النفايات وغيرها. الواقع الخدمي مجرد مطرة واحدة مرت علينا، هذا اللي يعني قبل ليلتين، هي مع غزارة هذا المطر ليلة واحدة. بهذه الليلة الديوانية أصبحت الغريقة، الديوانية أصبحت التي مليانة بالأوساخ التي لا نستطيع التجوال فيها وإلى آخره. راح يبقى هذا الوضع، راح ندخل عام 2023 وإحنا بسبب مطرة واحدة مرت علينا المجاري والشوارع والأرصفة وإلى آخره. الله يشهد، أنا أباوع على تلاميذ اليوم يعني جاي ينظمون بالشارع مالتهم، يخلون بعض الأمور مثل طابوق أو غيره حتى يتحضر لليوم الآخر يقدر يروح الدوامة. وين يوصل بينا الحال بعد؟ هذه الديوانية، هذا اللي إحنا نقول اليوم يعني عبارة عن مدينة صغيرة بوجود المليارات، بوجود المسؤولين، بوجود إلى آخره، حدث إلى أن تصل إلى ما تشاء. مع كل هذه الأمور وما زال أطفالنا يعانون، نساءنا تعاني. لو كانت هذه النفايات وكانت هذا الطفح مات المجاري وهذه الأمطار اللي سببت لنا هذه الأطيان وغيرها، لو كانت في شارع مسؤول أو بيت مسؤول، أنا أطلب من قناتكم أنه تتوجه إلى بيوت المسؤولين، إلى شوارعهم. إذا كان نفس هذا الوضع فأنا أقول الأمر متساوي، لكن والله أنا أقسم واللي أنا لاحظته وشاهدته أنه بيوتهم أو أماكن اللي يسكنون بيها أو دوائرهم هي بوضع جيد تماماً. إذا أنت تقدر تسوي الأمر إلك، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي، هذا الشعب بذمتكم، حرام. إلى متى يبقى هذا الوضع؟ يعني باشر شنو حسابكم؟ الآن الناس كلها جاي تتوجه إلكم بكلام سيء، الناس جاي تقول أنتم مسؤولين، أنتم أذيتونا، الله لا يوفقكم. وبالفعل الله لا يوفقكم 10 مرات، الله لا يوفقكم 100 مرة على هذا الوضع اللي جاي نعيشه. مطرة وحدة بينتونا كل سلبياتكم بهاي المطرة، بينتونا كل سلبيات عام 2022 اللي ختمتوها إنه بهذه النفايات وهذه الأمطار اللي سببت لنا هذه الأطيان وغيرها، وما ممكن شخص يطلع من منطقته وخصوصا المناطق النائية. إذا أرد عددها يطول الكلام. سنة 2023 مجارينا كشفية، لا مجاري لا خدمات. إلى متى؟ إلى متى بعد؟ سنة 2023 هذا جيلنا، هذا مجارينا، هاي شوارعنا، لا تبليط، لا مجاري، لا مدارس زينة. يعني شو أقول لك بعد؟ شو أسولف؟ شوف الطين، شوف المجاري كشفية، مجاري يومية طفل واقع بيها. يعني بعد إلى متى؟ خلي تشوف الحكومة المركزية ما هي أهمية عامل النظافة، وما هي أهمية هؤلاء الناس اللي يشتغلون بأبخس الأثمان. اليوم عقود 315 معتصمين من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم، ونشوف الديوانية تكتظ بالنفايات والمجاري والغرق. هاي معاناتنا، تعرف هذه أسب يعني منطقتنا معاناتها ما منها معانات، يعني خاصة الصدور الأربعة وخاصة الصدر الثالث، فمو يعني مو هي مو غافلين عليها. هاي سنين هاي إحنا نعاني من عتها، مو اليوم لكن ولا ما باليد حيلة. هذا وضعنا إحنا، هذا وضعنا، ماكو فايده. احنا حكينا قبيل ولعانينا ولقدنا معاناتنا ولقدنا مشكلتنا لهوايه جهات مسؤوله هنا وصلت هاي المنطقه، لكن ماكو فايده، ماكو فايده.